بيتشيتم مع المستشار. حسين ثانية واحدة، وحسين لبيب بيقول لك ايه؟ الكلام اللي قاله ده تراب وهوا وتحت جزمتي. لا انت اللي تحت جزمتي، لانك رحت سبع ايام تاكل وتشرب وتنام انت ومراتك وعيالك، ومعاك المجلس اللي هو محتل النادي على حساب ترك، تمام؟ وايه وبعدين مصمت اللي جاي محمد في اربع عيال مسؤولين على اللي جنب ترك. وعمرو الجنايني بقى، ما اعرفش عمرو الجنايني ده اللي وقف في الزمالك كذا مره، ولما راح الماتش بتاع البطل الاول قال لك ثلاث نقط خاص، قال لك ارفع راسك فوق انت زملكاوي. مدير الشباب، مدير الشباب.